فينا. اي والله المشكله ما تدري وش المشكله؟ المشكله انهم ما يدرون وقتي. والله يا عيال انقهرت محدود يسرع علي ايام بسرعه. والله يا عيال انا انقهرت لقيت الروتين متغير. العيد عندنا كل سنه احنا يجيك كل ابونا بعوايننا كل ابونا. العيد السنه هذه الامهات مسويت مباهره. اوه اعلمك اسلم زعلان طلع من قال ابويا رح رح أو يا اخي سبحان الله. العيد عندنا في الرياض انا ما تعودت اصلا بحياتي كلها ما عييت في الرياض مره. عيد المدن ما يصلح. عيد الرياض ما عمري عييت فيه عيال مره. السنه هذه في الرياض والوضع عندي كئيب ما ادري ايش السالفه. المهم قال ابوي روح للاستراحه. قال ابوي لا 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 ما يحتاج الصراخه ابى اصرخ انا. كتبت قالت امي راح يرجع معك. يا رحنا يا استراحه يا رجيل والوضع عيد وكويس والعيال لقيت شيء حاجه لا 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 تجي مره بالزول على طول. يوم جاء الغداء قال ترى الغداء عليك مع العيال. ابا اي البس الغداء علينا والعشاء عليك. طيب والغداء اليوم الثاني مظاهرة النسوة ما فيه ما نلمس شيء. دبروا نفسكم دبروا عماركم. والغداء تطبخون لهم تطبخون للريجي؟ لا ما ندخل احنا عاد يعني انت تطبخون للريجي بس العمارنا بس نطبخ العمارنا. والله بيض لو جيهم فيكم على الحرام غلط غلط. عيل عمك فيهم من شخصيتك؟ كل ابوهم ناس بعض انتو هجا بيضا وجيهم فيهم بروفات الغدوة هذي والله وجيت برطم زينا الغداء مدري العشاء العشاء. يوه برطم غريبة الله يهدي من نعمة برطم علي حرام لا تشوفونه عيال تقولون ذا ما يقطع طماط. والله عارف انا راعي الكامري اقسيه لا اقسم بالله انا ما اعرف شيء ما يعرف ايش يسوي الكلب يجي طال عمرك يسوي نفسي الربع قهوة الشيخ يسوي نفسي يطبخ وكذاب. لا لا ما شغل غير عبد الله عبد الله الكبير عبد الله اهم شيء شيخي تقهوى لك عليه. كيف المسؤوليه بالله يا اخي انا اكتشفت فينا حاجه يا عيال يا مرحبا.